حال محافظة دير الزور اليوم؟ أخي الكريم، ترى لدينا دير الزور أمس وشوف جديد دير الزور وليد. بالنسبة لدير الزور الطائرات على حيث عليهم الليلة وكتاب عصر أمقال الشيخ أبو ياسين. عمر أعتذر منك، أنا لا أفهم منك شيء، الصوت متقطع، التواصل صعب جدا، سنحاول الاتصال بك مرة أخرى بإذن الله، ربما الآن إن شاء الله سنعاود الاتصال علّه يكون أفضل هذه المرة. عاد إلينا أبو عمر. أبو عمر مرحبا بك، تفضل. أهلا وسهلا. لا، من الصعب الاستمرار. إذا أشكرك على كل حال، سنحاول الاتصال بك مرة أخرى ربما بالفترة الثانية إن شاء الله من هذه التغطية. شكرا جزيلا لك على كل حال. أبو عمر الديري من شبكة شام الإخبارية، كنت معي من دير الزور.